طيب انا هرجع وهكمل كلامي معاك يا استاذه داليا، ولكن خلينا بينضم الينا عبر التليفون الاستاذ اكرم القصاص الرئيس التحرير التنفيذي لجريده اليوم السابع. استاذ اكرم صباح الخير عليك. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا بيك استاذ اكرم. واحنا بنتابع بقى المرحله الاولى من انتخابات مجلس النواب، الغرفه الاولى للبرلمان اللي بعدها هتكتمل الحياه بقى، او خلينا نقول المؤسسات المسؤولة عن تشكيل الحياة النيابية في مصر على مدار الأعوام القادمة. كيف تابعت المشهد بالأمس وبداية اليوم؟ وفي يعني درجة كبيرة من الإقبال في مجلس النواب، واحنا عارفين انه مجلس النواب عموما بيبقى الاتجاه ليه أكثر، باعتبار انه حتى تجربة كانت مجلس الشيوخ لسه جديدة، وكان تم وقف مجلس الشورى ورجع، لكن حتى ده كان اكتمل وخلاص. مجلس النواب طبعا كمان الاقبال عليه عالي، والدواري الفرديه بالذات او الافراد اللي بينزلوا عاده المنافسه بتبقى يعني اكثر، لانه تجربه القائم يمكن حديثه عهد في مصر، وبالرغم من انها بعض الناس كانوا طول الوقت بيقولوا انه القائم افضل لانها بتفرز افرازات افضل، باعتبار انه القوائم بتبقى الانتقاء فيها اكثر تركيزا، لكن على كل برضه الدوائر الفرديه بتستقطب كثير من الناخبين والمنافسه فيها بتبقى اعلى. كمان بشكل عام مجلس النواب بيبقى الاقبال عليه كثير، باعتبار ان هو الغرفه الاساسيه، لكن ده كله بيدي انطباع انه رغبه اكبر. ومع كل مره بالمناسبه في ناس كثيره منذ 30 يونيو قرروا ان هم طول الوقت ينزلوا ويبدوا بصوتهم ويختاروا او يرفضوا حسب الامر، باعتبار انه الحضور بشكل عام يفضل انه الحضور بيحسم فكره الاختيار اكثر، وانه محدش يقول ان انا صوتي ملوش لازمه او ملوش قيمه. وبالمناسبه يعني حتى ابتعاد بعض الطيارات او بعض الناس ده موجود في العالم كله، في نسب كده يقولوا بترتفع وتنخفض حسب احساسهم بقيمه الصوت، لكن بشكل عام الذهاب والتصويت بيحسم الامر، باعتبار انه بيبقى اختيار. حتى لو انا رايح عاوز اختار حتى ارفض حد، لان عاده الانتخابات بتبقى ما فيش اتفاق عام، بدليل ان احنا بنتكلم على منافسه يعني. طب خليني استاذ اكرم اتوقف مع حضرتك ما ذكرته من طيارات، يعني احنا بنشوف ان المشاركه في انتخابات مجلس النواب الحالي هي فيها تنوع سياسي وحزبي كبير، توجهات مختلفه، مشاركه لبعض الطيارات ايضا اللي احنا يعني ربما مثلا كانت بتعزف عن المشاركه في السنوات الماضيه. لا هو طبعا حزبيا اعتقد ان التجربه في اولها، لانه لو الاحزاب موجوده ونشطه اعتقد تبقى افضل بكتير، واعتقد ان التجربه هتعلمهم كده، لانه احنا عارفين انه في فتره ظهرت فيها كميه كبيره جدا او اعداد كبيره من الاحزاب اغلبها محدش يعني حد يعرفه، لكن بتتطور. لكن احنا لدينا 12 حزب بيتنافسوا في نظام القوائم و35 في الفردي، اعتقد ده عدد يعني يمكن ظهوره ووجوده ملحوظ. طبعا بتتبلور الاحزاب مع الوقت، الاحزاب اللي هي ملهاش قيمه بتبدا تختفي، في حين تتبلور التجربه في عدد معين من الاحزاب القويه اللي تقدر تنظم نفسها بشكل كويس. فكره القوائم المتقاربه دي يمكن مناسبة أكتر للتجربة، باعتبار الناس ما تعرفش كتير من الأحزاب يعني، فتبدأ تتعرف عليها في الانتخابات، بعد كده هذه الأحزاب ممكن يبقى لها قوائم أو كده. لكن كمان الفردي زي ما أنا قلت إنه في المنافسة فيه بتبقى أوسع، باعتبار إن دي التجربة الأقدم يعني اللي كانت مستمرة، وإن كان الخلط بين الفردي والقائمة هيبقى أفيد بالفعل، لانه القوائم بتدي احساس او رغبه اكتر في الاختيار، وفي نفس الوقت بتقلل حجم التنافس بالاموال فيما يتعلق بالانفاق هنا او هنا، لان الفردي عاده بيحتاج انفاق كبير، بينما القائمه ممكن حد يبقى كويس ومعندوش قدره انه ينفق فيدخل في القائمه، فممكن يفوز بجهد اقل او دون ان يتنافس مع صراع المال او صراع الانفاق. وان كان اللجنه الوطنية اللي انت بتراقب يعني
انفاق هذه بشكل طبعا دولي. طب استاذ اكرم خليني اسالك بقى على تكاتف مؤسسات الدوله حتى تخرج هذه العمليه الانتخابيه بهذا الشكل، يعني هذا التعاون اللي بيتم ما بين وزاره الداخليه والتنسيق المستمر مع وزاره الصحه ان يكون، انا كنت بتكلم مع ضيفتي استاذه داليا على انه ما فيش معوقات امام اي ناخب ان هو يروح يدلي بصوته، يعني المراعاه الحقيقه المتعلقه بالبعد الانساني لاهالينا كبار السن او ذوي الاحتياجات الخاصه، حتى زياده عدد اللجان في الدول الانتخابيه المختلفه. خليني اقول لحضرتك ايضا انه ده كان في مراعاه للبعد الجغرافي، وبالتالي انه اي مواطن مصري اصبح الان لديه تذليل لجميع العقبات امامه، ولا يبقى امامه سوى الادلاء بصوته في وضع صوته في الصندوق. لا هو طبعا يعني خلال السنوات الاخيره الحقيقه الاجهزه خدت خبره كبيره، ووجود هيئه للاشراف على الانتخابات ده بالمناسبه يعني كان مطلب طوال عقود تحقق في خلال السنوات الاخيره فقط، ودي مهمه قوي انه يبقى في مفوضيه او هيئه وطنيه، ودي كانت مطالب كثيره من السياسيين ومن المنظمات المجتمع المدني وغيره، لأن وجود هيئة الإشراف على الانتخابات بيعمل تنظيم عالي، وفي نفس الوقت يعني الحقيقة إنه الشرطة والقوات المسلحة خلال الاستحقاقات اللي فاتت كانوا بيفوزوا في هذه الاستحقاقات دائما، لأنهم بالفعل زي ما أنت أشرتي بيحروا يعني حماية كاملة، تذليل العقبات، التعامل مع الحالات الخاصة كبار السن أو اللي هم عندهم احتياجات خاصة أو غيره. ده كله الحقيقه مع وجود اشراف قضائي، وفكره المرحلتين فكره مهمه لانها بتخلي الاشراف القضائي بالفعل كامل، على اعتبار انه ما يبقى مرحله تخلص فيبقى في متوفر لها قوات الشرطه والجيش بشكل كامل والقضاء على كل لجنه، بعد كده المرحله الثانيه تبقى نفس الشيء. فده وجود هيئه للانتخابات ده سهل بصراحه الامر ده، وده كان في الدستور الاخير، ودي من الخطوات المهمه، واظن كده بتكتمل يعني كل المؤسسات بانتظار بقى المحليات باعتبارها الاستحقاق الاخير، اللي اعتقد انه لما يكتمل هتكون كده في هذه الحاله اكتملت الصوره يعني فيما يتعلق بالاداء السياسي. طيب استاذ اكرم خليني اسال حضرتك اخيرا على نجاح الدوله المصريه في انه كل مواطن يتمتع بحقه الدستوري والقانوني في ظل جائحه كورونا العالميه، احنا بنشوف ان بعض الدول الحياه فيها تتوقف مثلا، ما قدروش ان هم يجروا سواء امتحانات او انتخابات، ولكن احنا عندنا نجاح الحقيقه فخورين بيه كلنا كمصريين، نجحت فيه الدوله انه بكل مواطن يحصل على حقه الدستوري اللي كفل له القانون يعني بمنتهى الاريحيه في ظل جائحه عالميه وفيروس منتشر. لا هو طبعا يعني احنا مصر من الدول المتوسطه في الاصابات الحمد لله، واعتقد انه كان مبكرا جدا تم التحرك في مواجهه الفيروس. في عناصر كثيره الحقيقه حسب الدوله زي ما انت اشرتي، يعني في دول كثيره فعلا ما تزال حتى الان الحقيقه مرتبكه وانظمتها الطبيه وانظمتها الاجتماعيه اهتزت درجه كبيره، وفي ارقام ضخمه جدا يعني في الاصابات. طبعا ده ما بيديناش ان احنا نتهاون، لانه الاجراءات الاحترازيه مهمه، ويمكن رئيس الوزراء اتكلم في ده خلال الاسبوع اللي فات، لكن فكره تنظيم طبعا الاستحقاقات ده كلام مهم، والحقيقه انه كمان الموضوع مش بس تنظيم، يعني دفع الناس اكثر او منح الناس الفرصه انها تختار بشكل جيد، وده مع الوقت بالمناسبه لانه يعني كل المواطن ما بيحس ان صوته ليه قيمه، كل ما بيبقى مقبل على البتاع لو حس انه ملوش قيمه مش هيروح وهيبدا يدي ظهره. ففي فكره مهمه جدا، واعتقد انه المجالس النيابيه والمجالس التشريعيه بشكل عام وبما فيها كمان المجالس المحليه اللي هي الاستحقاق القادم، اعتقد ان هي بتقوي فكره الظهير للدوله، بمعنى ان في ممارسه سياسيه حقيقيه تنعكس على، وزي ما حضرتك قلت انه كمان ده بتنعكس وثقه المواطن اصبحت اكبر ولديه وعي اكثر بالمشاركه في الحياه السياسيه وفي اختيار من يمثله في المجالس النيابيه المختلفه. كل الشكر ليا الاستاذ اكرم القصاص رئيس تحرير تنفيذي بجريده اليوم السابع.